ومش اي سردينه تجي عصبان. اللاتشه مثلا ما تجيش عصبان، كان السارده اللي هي تبدا رطبه وتتنحى شوكتها بسهوله. بسم الله، اليوم معكم مدام راضية من صيادة. باش نعملوا كسكسي بعصبان السردينة. المكونات: بصل، سلق ومعدنوس، برغل اللي هو مفوح بكل شيء، بالفاح وبالكروية وبالحبق وكل، فلفل أحمر مرحي، عن السردينة اللي هي مقطعة منحية شوكتها ومقطعة، نحطوا عليها الفلفل المهروش، مغيرفة فاح ومغيرفة صغيرة ملح ومغيرفة كروية وشوية حبة نعنع، ونخلطوهم بشوية زيت ونبدأ ونخلطوا. ومش اي سردينه تجي عصبان. اللاتشه مثلا ما تجيش عصبان، كان السارده اللي هي تبدا رطبه وتتنحى شوكتها بسهوله. مش قديش نوع تاع عصبان عندكم في الصياد؟ عندنا برشا عصبان: الشوباي، عصبان القرنيط، عصبان الدجاج، عصبان اللحم، عصبان الدواره، عصبان السردينة، كل شيء نعصبنوه اللي يضعصب كل نعصبنوه. هذا الخليط طوى الخليط العصب متاع السردين. هاي سيدي كيفاش كعبة السردينة تتعصبن بالليل؟ هذوما هكا نحيو الشوكة متاع الكعبة السردينة ونحطو هكا كعبة السردينة في الكف ونعملو هكا اللي هي نلمها ونجيو من الفوق ونحطو كعبة أخرى. كعبة أخرى باش تنجم تلم بها العصبانة. ومن بعد تالي بالخيط، عنا الخيط نعصبناها هكاكا ونلمها بالخيط. ما شدتها يلزمها حرة مالك هكا ولا لا؟ يلزمها تدرب باش ما تتفرتش وما تطلعش منا ومنا كها. هاني ولا لو كانوا كبرت اليوم عاد سهلة، عاد شوية سردينة كيلو سردينة ب 500 ب 4000 معدنوس وسلق وشوية بصل وتو عاد ما ثماش مثل منه دبارة وعليها الكلام. توا السلق والمعدنوس رخيصة شوية، مش كيما كلمات وصل حتى للدينار السلق والمعدنوس. هذه العصبانة هوني العصبانة الأولى دايرة ومدورة، كملوا الثانية نفس الطريقة. هذه الكعبة الثانية، هذه توا اخر عصيبنا لميناهم. هاتوما العصيبنات، كملنا العصبان تاعنا توا نس نتعدو نحطوه في مع الصوص نتاعو. توا باش نبداو نحطو فاش نطيبو الكسكسي بالعصبان نتاع السردينة. أول ما نحطو الزيت كويس هكا، زيت الغاز، نحط القدر الطنجرة كيلا، نقطعو البصل وتوا نحطو الطماطم، نقطع الطماطم توا نرميو القرع
وشوية السفنارية، ونحطوا الطماطم الحكة، مغرفة طماطم حكة. هيا باهي، نجم نسلك سؤال؟ شكون أنا؟ إيه إيه، أنت مرقتوا الصوص ولا لا؟ ما مرقتش. إيه الخضرة هذيك مسيت تتقلى؟ إيه ميسالش، إيه ميسالش. زوز مغرفات ملح، ولو انهم يطلعوا شويه. مغرفه فلفل ملحي. نشكر مدام رادي على الدبارة نتاعنا تاع اليوم، نتمنى لها عمر مديد. هاي شكرا. وكل عام وهي بخير ان شاء الله. نون قليل اللي نلقوا، ونزر نصبه لها شويه ماء شويه باش هما حافظين الاكلات هذه، واللي يحبوا يحافظوا عليها ويخلوها موجوده في المطبخ التونسي، واحنا هنا نلتجئوا لهم. يعطيهم الصحه بارك الله فيهم. خليها تتقلى شويه ومن بعد اللي تمرق، ونحطوا العصبان. توا نمرقوا القدرة. بسم الله نرميو العصبان. هذا العصبان نتاعنا. الكسكس نتاعنا باش نكسكسو الكسكسي. الكسكسي توا عصبان السردينة نتاعنا، نحطوا له البطاطا نتاعو. نخليه يطيب ويفور على روحه. نكهو باهي توا ذي كسكسينا نتاع كسكسي سردي عصبان سردين حذر، وباش نسقيوه. حلينا كسكسينا وتوا نصبوا له المرق نتاعو. ذي كسكسي عصبان السردينة، كيف كيف خليوه يشرب. هذا كسكسينا الدوسي مرق وحذر، نعبيوه. كسكسي عصبان سردينة. السردينة باش نعمل دريساج تاع الصحن. نحطوا خضرتنا، السفناريا، بطاطا، قرا شوف
شوفوا ديما الكسي في مدينة صيادة تعتمد على الخضرة، مهما كان المكون الأساسي اللي هو عصبان السردينة أما ولا الشوباي ولا أي عصبان، أي عصبان كل شيء نعصبنوه نحن، حتى الجديد من الخضرة موجودة. هذه العصبانة أنت أنا هذه عصبانة السردينة توا، شوفوا كل الزين والعين كنذوقوها من شتعمل ندوخو دوخو. دونك اللي يحب ياكل عصبان السردينه يجي لمدينه صياده او ولايه المنستير، تصور انه حتى في بعض المناطق الاخرى من ولايه المنستير الساحليه يعملوا العصبان نتاع السردينه. وقرين الفلفل نتاعنا للزينه مقلي. دونك هذا اليوم الصحن نتاعنا وهذه دبارتنا في لوكت بلادي. إلى لقاء قريب في فيديو آخر وفي حلقة آخر إن شاء الله، وما رضاء الله إلا مرحبا بكم سيدي برضائي الوالدين.